بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس النهاردة يكون مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره. هتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد بصاحبة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، بتمتد لبعض محافظات الوجه البحري والقاهرة وسيناء وعلى حلايب وشلاتين. درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18، وإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18.